جماعة منظمة، مرشد بقى ومكتب إرشاد. اديني مشروع النهضة الأول بقى يا روحي عشان أقراه وأروح داخل على الطائر. يلا مسعود. نعم. ما تزعلش مني لو قلتلك إن مفيش حاجة اتطبقت من النهضة في الميت يوم. يعني إيه؟ مفيش حاجة اتطبقت؟ يعني لا مرور ولا أمن ولا بنت. إيه يا لينا؟ إيه يا لينا؟ الناس تشغليها البلد تبقى نهضة خص عليكي. معلش ما تزعلش. إيه بس ده أنا قاعد هموت. الانتخابات الجاية بقى. إيه يا شيخة أنت بتحلمي؟ الانتخابات الجاية؟ النهضة يا ماما، النهضة دي أسهل شيء في أمري لله. يلا مش الحاجات دي نازلة من طائر النهضة؟ خلاص. يا سيدي. خازوق ولا مقلب؟ خازوق دول أول. وتقولي رأيك إيه؟ رأيي معروف، رأيي معروف يا ست الكل، يا أحلى زوجة في الدنيا. كان نفسي أعزم اللي انتخبوه ويشوفوا وصلنا لإيه؟ لا النهضة أصلها حلوة؟ Oh, no.